أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أبعاد الدعوة الأممية لاستئناف محادثات السلام في اليمن وجدواها في هذا التوقيت. قالت الأمم المتحدة أن حلفائها الغربيين يعملون على دفع الأطراف اليمنية نحو محادثات جديدة لإنهاء الحرب. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين لم تسمهما أن الأمم المتحدة أرسلت مقترحا للحكومة الشرعية والتحالف وميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار. وكان جريفيث أعلن في بيان أنه يعقد سلسلة نقاشات ثنائية مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن النقاشات تهدف لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب وتعزيز جهود مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. في السياق تحضر أسئلة عن دوافع الدعوة الأممية في هذا التوقيت، وما إذا كانت ذات صلة بالتصعيد العسكري الحاصل في جبهات الجوف ومأرب. كذلك يبرز التساؤل عما إذا كان الحوار سيشمل كافة أطراف الصراع في اليمن بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي. نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. ككل مرة حين تشتد المعارك ويأخذ الضغط العسكري على الانقلابيين الحوثيين مداه، تحضر الأمم المتحدة تحت لافتة السلام. بعد أسبوع تقريباً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأطراف الحرب في اليمن للتهدئة وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، عاودت الأمم المتحدة ومعها هذه المرة بعض الحكومات الغربية دعوتها لجولة جديدة من المباحثات، وإن بطريقة غير مباشرة لأسباب تتصل بالمخاوف من الوباء. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين لم تسميهما أن الأمم المتحدة أرسلت اقتراحاً للحكومة الشرعية والتحالف وميليشيا الحوثي بهذا الخصوص، وأشارت إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة بهدف إنجاز وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار. جريفيث من جهته كان قد أعلن في بيان صدر عنه أنه يعقد سلسلة نقاشات ثنائية مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، وقال إنه يهدف من وراء هذه النقاشات إلى استئناف العملية السياسية وإنهاء الحرب وتعزيز جهود مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. في السياق تحضر أسئلة عن دوافع الدعوة الأممية في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت ذات صلة بالتصعيد العسكري الحاصل في جبهات الجوف ومأرب وانكسارات الحوثي في نهم، أم أنها لغايات إنسانية بحتة؟ وما إذا كانت الدعوة ستشمل كافة أطراف الصراع في اليمن بما فيهم المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات بما يحقق سلاماً يشمل كل اليمن شمالاً وجنوباً؟ إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيفتي من برلين الناشطة السياسية سيدة سمية الثور. سيدة سمية مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيدة سمية. نتحدث اليوم عن دعوة المبعوث الأممي لعقد مشاورات جديدة بين الأطراف، يعني كيف تنظرين لدعوة الأمم المتحدة لي العقد مباحثات جديدة والتهدئة بينما التصعيد العسكري يزداد يوما بعد آخر؟ في الحقيقة أعتقد أن الأمم المتحدة تورطت هي الأخرى في اليمن. كما نعرف أن الأمم المتحدة هي عبارة عن سكرتير لمجتمع دولي متحكم بكثير من الألعاب السياسية ومن الحروب والسلام في العالم. فقضية اليمن مثل ما ذكرت أنت، التجزئة الذي حصل فيها وتقسيم المشكلة إلى عدة أجزاء ضاعت بسببها الأساس، وهي استرجاع الدولة وإعادة الدولة وإعادة المؤسسات للحكم في اليمن عامة. فتقسمت المشكلة إلى شمالا وجنوبا ثم شرقا وغربا، والآن
صنعاء وعدن وبعدين مارب والجوف وغيرها، فأصبحت هناك الكثير من المشاكل والعديد من المشاكل التي أصبح لها ملف خاص لحلها. فبالتالي أنت إحنا يعني ضاعت القضية ضمن هذه المشاكل بشكل عام. لكن بسبب ما يحصل الآن من الجائحة من كورونا في هذا الفترة، نعتقد أنه يعني أصبح لزاما فعلا، ليس فقط من الأمم المتحدة، لكن أنا أعتقد أنه يعني من الأساس لابد أن يكون هناك فعلا نظرة مختلفة للحرب في اليمن، نظرة مختلفة للسلام في اليمن، وهي برأيي فرصة أيضا لكل الأطراف في اليمن أن توحد جهودها في هذه الفترة لإنقاذ اليمن أصلا من هذه الجائحة، وبالتالي إنقاذها من الحرب التي لن تنتهي بهذه العمليات السلام المتجزئة. نعم، إذن ابقي معي سيدة سمية. والتي لم تنجح من الأساس يعني. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معي، وأرحب بضيفي من الحديدة الصحفي بسيم الجناني. سيد بسيم، مساء الخير. أهلا أخي، مساء النور. أهلا بك سيد بسيم. يعني إلى أي مدى يمكن الثقة في جدية الدعوة الأممية لتهدئة في اليمن وبالتالي إيقاف الحرب بعكس ما هو حاصل حاليا؟ يعني ربما في الأيام الأخيرة ما نشاهده هو اشتداد لوتيرة الحرب. نعم أخي، طبعا الجدية في تنفيذ بعض الإجراءات إن صدقت الأمم المتحدة وصدق الحوثيين أيضا في التجاوب معها، متعلقة بمطالب كانت مفترض أن تتم في بداية عملية اللقاءات بين اللجان المشتركة بالبعثة الأممية التي نزلت الحديدة، وكانت متعلقة بإزالة الألغام وفتح الطريق المؤدي إلى كيلو 16 لتسيير قافلة إنسانية كان مفترض أن تتم في شهر يناير بداية 2019، أي بعد شهر من توقيع اتفاق ستوكهولم. للأسف كل هذه الإجراءات لم تتم. أيضا عملية حفر الخنادق، تفخيخ خطوط التماس التي يتم فيها الاشتباك بشكل متواصل. أيضا هناك جانب آخر وهو عبارة عن التزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق موضوع نقاط المراقبة. نقاط المراقبة عندما تم تنفيذه لم يقوم الحوثيين بالسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى تلك النقاط، وتركوا الأمر بين القوات المشتركة وضبط الارتباط سواء من الجانب الحوثي أو من الجانب الحكومي، وحصلت تلك الاختلالات وتلك الخروقات التي زالت حتى اليوم. أنا أتحدث معك الآن وقبل ساعة من الآن حصلت اشتباكات في شارع 50، تسللات مستمرة من قبل الحوثيين، الحفر الخنادق والألغام مستمر. أعتقد اليوم ضباط الارتباط هناك لديهم شروط معينة في حال أعيد قصة التفاوض أو الجلوس على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم، وهو تنفيذ هذه الإجراءات التي رفض الحوثي أن ينفذها. أولا إزالة الألغام وفتح الطرق والسماح للضباط اليو إن بالحضور إلى نقاط التماس الخمس التي أنشئت في نوفمبر الماضي، وتطبيق وقف إطلاق النار بشكل جدي. طيب سيد بسيم، يعني بالنظر إلى كل هذه المعطيات التي ذكرتها، يعني كيف يعني يمكن النظر إلى جدية الأمم المتحدة في الدعوة الأخيرة التي قدمتها لإجراء محادثات بين كافة الأطراف؟ نعم، طبعا كلنا يعلم بأنه هي دعوات متكررة بشكل، للأسف التفاؤل الزائد الذي كان يطلقه غريفيث في إحاطته في مجلس الأمن بين الحين والآخر كلها لا تمثل الواقع بصيغة الأمان. هناك خروقات، هناك اشتباكات، هناك قصف المدني مستمر، هناك معاناة إنسانية في أرض الواقع. يعني اتفاق ستوكهولم منذ تنفيذه حتى اليوم لم يرفع أي معاناة عن السكان في المدينة، المزوح ما زال مستمر، مناطق أحياء سكنية بأكملها أصبحت خالية من السكان بسبب تمركز الحوثيين فيها وتفخيخها وتلغيمها. أيضا المعارك أصبحت مستمرة في الدريمي، شكل الوضع على الواقع يعني لا يندر بتفاعل، خاصة مع الدعوات التي تلقاها غريفيث بين الحين والآخر. أنا إذا أراد فعلا البدء بشكل جدي لابد أن تطبق بنود الاتفاق بشكل سريع. أولا
كابداع حسن نيه يعني من قبل الاطراف الموجوده حتى الانسحاب من 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 المناطق التي يعني استحدثت خاصه مع محاوله الحوثي الدخول الى في معارك سواء في التحيته في الجبليه في الدريهمي في حيث التي تقصف بشكل يومي. نعم. المدينه اصبحت شعله مشتعله خاصه الفتره الاخيره والايام هذه اشتباكات بشكل يومي. اي دعوات الان تتم لابد ان يكون هناك لها تطبيق وحسن ابدانيه على ارض الواقع وخاصه من قبل الحوثيين. نعم، اذا نبقى مع السيد وسيم، اعود للناشطه سميه الثور معنا من برلين. سيده سميه، يعني الجميع يتحدث لو يعني راجعنا التصريحات خلال الأيام القليلة الماضية بأنه يعني أمام أو دعوات الأمم المتحدة فيما يتعلق بجائحة كورونا بأن الجميع مستعد لإيقاف إطلاق النار، وما نشاهده في الواقع هو اشتداد لوتيرة المعارك في أكثر من جبهة، وكذلك هناك أيضا غرابة في تصريحات الأمم المتحدة، يعني تبدي نوع من الاستغراب في التناقض ما بين الأقوال والأفعال، كيف تجدين هذا الأمر؟ في الحقيقة هذه تصرفات ليست جديدة علينا في اليمن. الاشتدادات اللي حاصلة عسكريا لابد أيضا نعرف أنه لا يمكن لجماعة الحوثي أو لأي يعني جماعة مشاركة أو طرف في هذه الحرب أن يقف عن تحقيق الهدف ما دام ليس هناك أي ضغط صحيح. يعني أنا أتفق مع الأخ بسيم، إذا لم يكن هناك يعني تشديد في تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتنفيذ النقاط اللي فيها لا ننتظر بهذه السهولة أن يقف الجماعة أو غيرهم من الامتدادات العسكرية. فبالتالي يعني نحن نتكلم عن حرب وعن إنجازات حصلت في خلال فترة وجيزة لطرف أو للطرف الآخر، فبالتالي لن يتوقف بهذه السهولة. لابد أن يكون هناك تشديد في الشدة في اللغة، في المطالبة بتنفيذ القرارات، في تنفيذ الاتفاقات. يعني هناك أكثر من خطوة لم يبدر، يعني حتى على مستوى يا أخي على مستوى تحرير بعض السجناء وبعض المعتقلين وبعض بسبب كورونا، لم تستطع الأمم المتحدة إلى الآن فرض أي يعني شروط أو قوة أو فرض إلزامي لهذه الجماعة. وهو إجراء بسيط مقارنة بإنهاء الحرب برمتها. يعني أنا أعتقد هو إجراء يعني ليس بسيطا، إنما إجراء مهم جدا جدا. يعني هو من لا هو هو يعني أكثر بساطة من إجراء إيقاف حرب بأكملها. يعني أنت بهذه الأشياء البسيطة لكن تبني بها السلام، يعني تحرير المعتقلين من السجون، تحرير السجناء الذي يمكن الإفراج عنهم، يعني حفاظا على سلامة المجتمع وسلامة السجناء هؤلاء. نعم. أيضا هناك فتح الممرات، نزع الألغام، إيقاف زرع الألغام أصلا ما زال مستمر إلى اليوم. يعني نعم. هناك يعني وسائل لهذه المبادرات السلام ودعوات السلام. دعوات نعم. السلام يعني أنا برأيي بهذا الشكل العام عبارة عن بروباغندا للمجتمع الدولي وهي شبيهة بالدعوات السابقة يعني التي تنتهي في نهاية المطاف عن إعلان المبعوث الأممي بأنها أو بأنه لا توجد استجابة من كافة الأطراف. طيب خاصة في هذا الظرف الذي لا أحد سيلتفت لحرب اليمن. نعم. طيب سيدة سمية، هنا تساؤل أخير، يعني هناك من يرى بأن الأمم المتحدة تنظر إلى المشكلة اليمنية بشكل جزئي بحيث يعني تركز على الشمال وتترك أسباب الصراع قائمة في الجنوب. بالتأكيد هناك يعني ألعاب سياسية قذرة في هذا الموضوع. يعني نحن نعرف أنه تدخل التحالف في يعني أزمة الجنوب أو
الإثارات العسكرية اللي حصلت في الجنوب من انقلاب المجلس الانتقالي وبعدها الحرب اللي حصلت والاشتباكات اللي حصلت في أكثر من منطقة في الجنوب. فتدخل التحالف خاصة مع اتفاق الرياض، يعني نحن نعرف أنه في اتفاق الرياض لما تتدخل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بأي شكل من الأشكال، فكان كله بمسؤولية وضمانة وإشراف المملكة العربية السعودية، فبالتالي أصبحت المسؤولية متروكة لهم في التصرف في الجنوب كما يشاءون، خاصة نحن نعرف أنه ب70% أو أكثر هم المتحكمين في كثير من قرارات الجنوب. فبالتالي الأمم المتحدة أيضا يعني تخفف عن نفسها كثير من المسؤوليات، يعني أقول هذا وأنا أعرف أنه كلام، لكن هذا هو الواقع. الأمم المتحدة يعني لنا أهدافها لم تعد واضحة لنا نحن حتى كيمنيين. المبعوث الأممي أيضا الأساليب الذي يتبعها أساليب جدا بسيطة، يعني في بعض الأحيان أصبح يشبه المنظمات والنشطاء. فبالتالي هذه الدعوات إن لم تكن بالضغوط دولية حقيقية، بالضغوط من المجتمع الدولي الذي هو من يتحمل في كثير من الأحيان المعونات الإنسانية والتنمية وفي هذا البلد، وإلا أن نحن في مأزق كبير. إذن وضحت الصورة. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الناشطة السياسية سمية ثور، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، وأرحب بضيفي أيضا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم مساء الخير. مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك سيد إبراهيم. يعني في أي سياق يمكن وضع الدعوة الأممية من جديد لعقد مباحثات سلام يمنية؟ هو مجرد يعني بيان إعلاني ليس أكثر. كما تعرف الأمم المتحدة لديها فرصة منذ 5 سنوات ولم تحرر ساكن، أن كل الاتفاقيات التي وقعت بإشراف الأمم المتحدة وآخرها ما حصل في السويد لم تطبق ولا جزء بسيط منها، بحيث أنه أحتفظ بقليل من ماء الواجه. فأنا في اعتقادي بالنسبة لفريق الأمم المتحدة هو أصبح مثله مثل أي حزب يمني، فقط يعني يظهر في الشاشة من وقت لآخر، لكن على المستوى العملي وعلى مستوى الأرض وعلى مستوى إيجاد بعض الحلول حتى البسيطة منها، على سبيل المثال الإفراج عن السجناء والتأكد من أن المعونات الإنسانية الدولية تصل إلى الأماكن التي مفروض أن تصل إليها. الأمور باتت يعني بالنسبة للأمم المتحدة لم يعد أحدا يعول عليها، ولم تعد لاعبا حقيقيا نزيها ولديه أي قوة للضغط على الأطراف كما نعرف اليوم. لكن ويعرف يعني الجميع هو غوتيريش أيضا الأمين العام يعني يتحدث أنه يستغرب من التصعيد العسكري في اليمن رغم موافقة كل الأطراف على التهدئة. يعني ما الذي يعني استمرار التصعيد مع الموافقة على التهدئة، وكيف يقرأ هذا التناقض والحاصل بشكل دائم يعني لدى الأطراف اليمنية؟ كيف أنه يستغرب من أمور وإحنا عارفين أن التصعيد العسكري منذ 5 سنوات، الحرب قائمة في كل مكان والانقلابات من الجنوب إلى غيرها والقواعد العسكرية تبنى، وكل ذلك مخالف لقرارة مجلس الأمن. التحالف يخالف مجلس الأمن يوميا، الحوثيين يخالفون قرارات مجلس الأمن يوميا، لكن لا يوجد هناك أي قرارات رادعة. المجتمع الدولي لم يتحرك بمعنى الكلمة، مجلس الأمن لا يتحرك بمعنى الكلمة بملف اليمني، وإنما سلم الملف اليمني لأطراف إقليمية، على سبيل المثال الإمارات والسعودية وإيران تتحكم بالمشهد اليوم في اليمن. لا يوجد أي رادع ولا ضغط على كل القوى والأطراف، ولذلك تجدهم الأطراف هي المعنية بالخبر اليوم. يعني أنا أتكلم على ميليشيات الحوثي والتحالف الذي أيضا تحت التحالف هذا ميليشيات المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، كلهم يطبقون ما يروه مناسبا بالنسبة لهم، ولا يوجد لهم رادع لا دولي ولا ضغط دولي ولا أممي ولا غيره. يعني وهذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة للملف اليمني. فلم يعد مجديا يعني ما يحدث يعني من قبل تحركات الأمم المتحدة، وإنما
من وقت لآخر تصدر بيان أو تصريح لغرض القول للعالم وللمجتمع اليمني والدولي والإقليمي أن الأمم المتحدة ما زالت موجودة وما زالت في المشهد، لكننا للأسف الشديد الأمم المتحدة أصبحت جزء من المشكلة، بحيث أنه لن تضغط على الأطراف بإحداث تغير أو محادثات. طيب. إذن سأعود إليك سيد إبراهيم، ابقى معي. تفضل. سأعود إليك، تكرم بالبقاء معي. أذهب لي الصحفي بسيم الجناني من محافظة الحديدة. سيد بسيم، هنا تساؤل أخير على المستوى الأممي مثلا، يعني ما الخطوات التي يمكنها يعني أن تجعل الناس يثقون في أي دعوة تقدمها الأمم المتحدة للتهدئة؟ نعم، للأسف فقدان الثقة دعوات الأمم المتحدة ليس فقط على المستوى السياسي، حتى على المستوى الإنساني وعلى مستوى الإعانة على مستوى الإغاثة في كل المستويات. وما يحدث كان خلال الشهور الماضية من كشف الكثير من الفساد المنتشر في منظمات الأمم المتحدة كان كفيل بأنه تتزايد فقدان الثقة لدى كافة أبناء الشعب، ليس فقط في الداخل حتى لدينا في الخارج. للأسف دعوات الأمم المتحدة اليوم حتى لو تتابع في صفحاتهم استهجان واستهتار وسخرية من قبل النشطاء، من قبل المثقفين، من قبل اليمنيين بشكل عام لكل دعوات يدعونها، كونه ليس هناك أي فعل على أرض الواقع يؤكد جدية هذه الدعوات أو جدية تنفيذ الاتفاقات التي تمت خلال الفترة الماضية. أنا أريد أوضح شيء مهم جدا فيما يتعلق بالشمال والجنوب. موضوع الأمم المتحدة أصبح يتعاطى مع اليمن وكأن اليمن هي حديدة فقط، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أصبح كل الدعوات الآن في الفترة الأخيرة تتحدث عن اتفاق ستوكهولم فقط، بينما ما يحدث في مأرب وفي الجوف وفي كثير من الجبهات التي تشتعل فيها المعارك ويحاول الحوثيين يعني سيطر عليها ويقوم بعمل عسكري كبير جدا في تلك المناطق لا يتم التحدث عنها ولا يتطرق لها جريفيث بشكل جدي وبشكل واقعي. أصبح الحديث في كل دور الأمم المتحدة ورقة الأمم المتحدة عن الحديدة وعن ميناء الحديدة وعن ما يحدث في الحديدة، وباقية المناطق للأسف أصبحوا كأنها خارج نطاق الانقلاب الذي قام به الحوثي على الجمهورية وعلى اليمن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا من محافظة الحديدة. وأعود لضيفي من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، يعني فيما يتعلق بالأمم المتحدة، إلى متى سيظل أو ستظل الدعوة لمباحثات وفي نهاية المطاف يعلن عن فشلها وتتم الدعوة مرة أخرى وهكذا؟ بالطريقة إلى أن يحسم طرفا ما الواقع على الأرض. أنا في اعتقادي أن المسألة الآن أصبحت مسألة تخص الشعب اليمني. إذا ما قرر الشعب اليمني بخوض معركته لاستعادة دولته ولاستعادة ترعيته، هناك سيرقم المجتمع الدولي والمحلي بتنفيذ ما يقرره الشعب اليمني. غير ذلك سنظل في مماطلة إلى ما لا نهاية، ونحن أمامنا يعني للأسف الشديد قضايا نعرفها ودول نعرفها كيف فشلت وظلت يعني فاشلة، ليس فقط لخمس سنوات وإنما لعقود. وعلى سبيل المثال الصومال وغيرها من الدول في مختلف قاع العالم، لكنها للأسف الشديد هذه الدول نفسها استطاعت من خلال التصالح الداخلي أن يعني أن تخرج من بعض المآزق. لكننا في اليمن السؤال هو الذي يجب أن يكرر نفسه، إلى متى سينتظر الشعب اليمني للقيام بانتفاضة حقيقية يعني القضاء على الانقلاب والقضاء على الأدوات الخارجية؟ سنظل ندوم في نفس الدوامة، سنسمع بيانات من الأمم المتحدة، سنسمع على حل سلمي، سنسمع على مفاوضات، كلها تتوج بالفشل كما حصل في الخمس سنوات القادمة الماضية. لأنه لسبب بسيط، لا يوجد لا الضغط لا على ماليزيا الحوثي ولا على التحالف العربي، حتى آلية الأمم المتحدة. أنت لو تلاحظ الأمم المتحدة ومنظماتها، عادة معظم الأموال التي تأتي إلى هذه المنظمات تأتي من دول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فلذلك لا تستطيع هي الضغط على السعودية. هي عادة تستلم أموال من هذه الدول لغرض المساعدة الإنسانية. فعندما ركز معايا، عندما مثلا تقل هذه الأموال من السعودية وغيرها للأمم المتحدة،
تسمع الأمم المتحدة تتكلم على الجرائم الإنسانية وعلى الحصار وعلى تأمين ممرات آمنة لدخول الغذاء، وعندما تعطيها السعودية وغيرها من الدول الخليجية بعض الأموال نسمع يعني عن اتفاقات عن الأمور ماشية كما يرام، ويجب يعني أن يكون هناك حل سلمي للنزاع في اليمن. لكن السؤال، أي حل سلمي يتحدثون عنه؟ ما هي ملامحه؟ ما هي آليته؟ كيف سيبرر ذلك؟ هل سيصبح يعني فقط للمشاركة بين الميليشيات ومجرمي الحرب هم من يتصدروا المشهد السياسي، أم سيكون حلا سلميا للشعب اليمني بحيث أنه تقام دولة فدرالية، دولة النظام والقانون؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية التي نحن نتحدث عنها. أما مجرد حتى أن تدخل الأمم المتحدة بمبادرات تعطي القتلة والمجرمين حصانة وإشراك بالسلطة، ومن ثم يرجعوا يعملوا زي ما عملوا في 2011 للانقضاض على الشعب وانقلابات قادمة، هذه المشكلة التي يعاني منها الشعب اليمني والذي يجب أن ينتبه لها الجميع، ويجب أن يكون في الحسبان لأي محادثات أخرى. لكننا للمرة الألف، الحل الوحيد ورغم أنه صعب والدعم الخارجي محدود الآن، هو أن ينتفض الشعب اليمني لاستعادة أرضه. وضحت الصورة. هذا وضح الحل. ننتظر 10 سنوات 15 سنوات 15 سنة، هذا سيكون الحل الوحيد أمامنا كيمنيين. أما المجتمع الدولي تدخله دائما لا يحل المشاكل إلا إذا كانت مصالح الدول العظمى مهددة، وإذا كان هناك ضغط داخلي حقيقي لتغيير المعادلة على الأرض. جميل، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديعة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.